ہاں ایک استخارے میں ہو سکتا ہے، یہ کسی بہن نے لکھا، اگر وقت کم ہو اور ایک سے زیادہ کام کے لیے استخارہ کرنا ہو تو ایک ہی دفعہ استخارے کی دعا پڑھ لینا کافی انشاءاللہ تعالی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به.